استاذه هاني، هبدا مع حضرتك باختصاصات المجلس. احنا بنتكلم عن المجلس تحت رئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيضم في عضويته بالاضافه للمسؤولين الامنيين جميع الوزارات المعنيه بمكافحه الارهاب، بالاضافه لشخصيات عامه، اعلاميين، فنانين، مثقفين وغيرها من المجالات اللي ممكن تخلينا نرتقي بالفكر العام، نغير في ثقافه المجتمع. أهداف المجلس ولغاية دلوقتي نقدر نقول إننا ماشيين في أي طريق؟ هو في الحقيقة من ساعة الاجتماع الأول اتطلب بعض حاجات لوجستية، الحاجات دي لسه بتجهز لغاية دلوقتي، ما حصلش اجتماع تاني فعلي للمجلس، لأنه طبعا المجلس ده المفروض هيبقى ليه مكان، هيبقى ليه لائحة، هيتم انتخاب أمين عام، وهيبقى فيه متحدث رسمي باسم المجلس. كل ده يعني كان بيتم في الفترة الأخيرة، لكن ما تمش اجتماع واضح لبدء مناقشة خطط أو استراتيجيات مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف حتى هذه اللحظة. ولكن الكلام كان تكليفات من الرئيس أنه مواجهة الإرهاب والتطرف على كافة المستويات يعني. وكان طبعا زي ما التقرير وضح عضوية المجلس ما بين الشخصيات الرسمية والشخصيات العامة، ده كان هدفه الرئيسي أنه يبقوا على ترابيزة واحدة، وأنه اللي يتم اقتراحه من الشخصيات العامة بالتعاون مع الشخصيات اللي هي في موقع المسؤولية تاخد إجراءات التنفيذ وتاخد حيز التنفيذ فعليا بدون أي عائق. مش شخصيات عامة بتجتمع مع بعض ويقترحوا أفكار أو خطط وبعد كده لسه هتروح على الحكومة ويناقشوها يشوفوا إيه اللي يتنفذ وإيه اللي ما يتنفذ. لا، إحنا على ترابيزة واحدة، اللي هيتناقش أو اللي هيتم الاتفاق عليه هياخد حيز التنفيذ وإحنا قاعدين. وطبعا أهميته أنه ده المجلس الوحيد اللي الرئيس بيرأسه بشكل مباشر في اجتماعاته ولقاءاته، وده في حد ذاته رغبة من النظام أو رغبة من الدولة في أنه تواجه التطرف والإرهاب بشكل عملي وحقيقي وسريع.